قناة أبو ظبي تتدارك خطأها بخصوص قضية الصحراء المغربية. تداركت قناة أبو ظبي المملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة مساء الأربعاء خطأها في برنامج تلفزي تضمن خريطة المغرب مبتورة من صحرائه، وهو ما أثار غضب مغاربة مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروه رد فعل غير مباشر من الإمارات العربية المتحدة على موقف المغرب الحيادي تجاه أزمة قطر وجيرانها الخليجيين. وجاء تدارك قناة أبو ظبي تجاه المغرب مساء أمس بعدما بث نفس البرنامج خريطة المغرب كاملة، ونقلت إيلاف المغرب عن مصدر في القناة الإماراتية قوله إن الأمر يتعلق بخطأ تقني محض ولا علاقة له بأي موقف سياسي. إلى ذلك صرح مصدر مطلع من سفارة الإمارات العربية المتحدة بالرباط للأيام 24 أن ما حدث مجرد خطأ تقني وجرى تداركه، مؤكدا أن العلاقات بين المغرب والإمارات العربية المتحدة متميزة واستثنائية على كافة المستويات. ورفض ذات المتحدث الربط بين ما حدث وبين موقف المغرب الحيادي تجاه أزمة قطر وجيرانها خاصة السعودية والإمارات والبحرين. ومنذ 5 يونيو الجاري قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بدعم الإرهاب، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة. ونفت قطر الاتهامات بدعم الإرهاب التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني. شكرا لكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.